الرحمن الرحيم من على شاطئ بحر غزة. نقف اليوم باسم جمعية حياة يولو وباسم أطفال قطاع غزة الأيتام لنقدم رسالة شكر وعرفان لمؤسسة دينيس فيناري في تركيا على ما قدموه لأهل قطاع غزة. نقول لكم كل الشكر والتقدير لما تقدموه لنا، كل الشكر والتقدير على عطائكم. باسم أطفال غزة أشكر دينيس فيناري. أنا حالة من غزة، أحب كثيرا دينيس فيناري. من غزة إلى تركيا كل الحب إلكم.